السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية لقسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية الإمام الكاظم فرع النجف الأشرف. تحية طيبة ورمضان مبارك عليكم. معكم المدرس المساعد زينب مصطفى لمادة الديجيتال سيستمز. محاضرتنا لليوم إن شاء الله واللي بالمحاضرات القادمة راح نتكلم عن الكومبينيشنال سيركت والسيكوينشال سيركت والفرق بينهما، وأيضا راح نتكلم عن اللاجز والفليب فلوبس اللي هي جزء من السيكوينشال سيركت والكومبينيشنال سيركت. بالبداية راح نتعرف على الكومبينيشنال ديجيتال سيركت. Combinational circuit هي مجموعة من logic basic logic gates، معناتها الدوائر المنطقية الأساسية أو البوابات المنطقية الأساسية اللي راح أكون من عدها أني combination، معناتها راح تكون عندي مجموعة، أو باستخدام النور gate والناند gate اللي هي مكونة من الاند جيت والانفرتر، تكونت عندي الناند جيت والنور جيت مكونة من اور جيت زائد انفرتر. راح اسوي من امثلتها اللي ماخذيها انه الهاف ادر فول ادر هاف سبتراكتر فول سبتراكتر فول كونفرتر decoder, multiplexer, demultiplexer, encoder, ROM, etc. اللي هذه كلها درسناها سابقا. الـ combinational circuit أو logic circuit أنا أقدر أقسمها إلى ثلاث أقسام. أول قسم اللي هو الـ arithmetic and logic functions، العمليات الرياضية والمنطقية، اللي هي الـ adder والـ subtractor، comparator، PLDs. النوع الثالث اللي هو data transmission اللي هو نقل البيانات، multiplexer, demultiplexer وencoder, decoder. النوع الثالث اللي هو code converter اللي هو تحويل الكود، يتحول بين binary اللي مثاله انه binary BCD و 7 segments. هذه كلها احنا مطلعين عليها بالمرحلة السابقة وبالمحاضرات السابقة. نجي للسيكوينشيال ديجيتال سيركت، شنو فرقها عن الكومبينيشنال سيركت؟ هنا ده يقول السيكوينشيال لوجيك differs from combinational logic in that the output of the logic device is dependent not only on the present input to the device but also on past inputs. يعني هنا السيكوينشال سيركت راح تختلف عن الكومبينيشنال سيركت انه الكومبينيشنال سيركت تعتمد على present state، انه فت حاله انا ادخلها وتسوي لي عليها عمليه معينه وتظهر لي اياها بالاوتبوت. السيكوينشال سيركت راح يكون الانبوت إله يعتمد على الاوتبوت اللي ظهر لي بالحالة السابقة، يعني present state الحالة الحاضرة اللي أنا تدخل عندي بالانبوت وتعتمد على الحالة السابقة اللي ظهرت عندي من الاوتبوت. لهذه معناتها السيكوينشال سيركت هي راح يصير إلها فيدباك، هاي combinational logic circuit اللي تحتوي على input و output. السيكوينشال circuit راح تصير انه تحتوي على input و output، والoutput هو راح يصير next state، حالة قادمة اخزنها بما يسمى بميموري اللي هي ايضا راح تصير في logic circuit وتصير present state، حالة حاضرة لل combinational circuit. إذا هنا عندنا homework اللي هو ده يقول لي compare between combinational and sequential circuits. اللي افتهمتوه من هذا الكلام هسا ومن الشرح اللي موجود أمامكم راح تسووا لي مقارنة وترسلوا لي إياها إن شاء الله
على الإيميل الخاص أو الإيميل الرسمي أو الـ أو الإنستغرام، عفواً التليجرام اللي حضراتكم عندكم. نجي هسه لللارجز اند فليب فلوبس. شنو معنات لارجز؟ شنو معنات فليب فلوبس؟ نقول بنفس الطريقة هنا دا يقول لي انه اللي انبنت الكومبينيشنال سيركت اللارجز اند فليب فلوبس راح تنبني من السيكوينشال سيركت. هنا دا يقول بما انه الجيتس هاد تو بي بيلت دايركتلي فروم ترانزستورز، إذا يقول لي بوابات المنطقية انبنت مباشرة من ترانزستورز، اللارجز راح تكون مبنية من بوابات منطقية، والفليب فلوبس راح تكون مبنية من اللارجز، وهكذا. إذا نرجع احنا للأساس اللي هو البوابات المنطقية اللي احنا مثل ما نعرف انه مبنية من ترانزستورز، فشوية شوية دنشوف احنا دنتقدم ودنتطور في الدوائر الرقمية اللي وصلنا الى النظم الرقمية اللي احنا هسا صرنا بخطوات انه نوصل لمهندسين الكترونيك او مهندسين حاسبات او مهندسين كهرباء او بالاختصاصات المختلفة اللي الها علاقة بهذا الموضوع. اذا هسا راح اقدر افرق انه عرفت انه منين انبنت اللارجز ومنين انبنت الفليب فلوبس. هنا انا اكو فرق اساسي بين اللارجز والفليب فلوبس اللي هو دا يقول the difference between a latch and flip flop is that latch does not have a clock signal whereas a flip flop always does. يعني الفرق الأساسي بين اللاتش والفليب فلوب هو وجود كلوك سيجنال. الكلوك سيجنال انه انا ايش عندي من دا اقول كلوك سيجنال، شلون عندي ثواني كل ما تجي ثانية راح انه تطيني فد حالة معينة، بلا هاي الثانية هاي الكلوك هاي النبضة اللي تجيني انا كل شي ما راح يصير عندي. من كل شيء ما راح يصير عندي مو هو صحيح كل شيء ما راح يصير عندي، اذا كان لاتش فهو ما بهذه الكلوك معناتها مو معناتها ما راح يصير عندي شيء، لا كل ما ادخل لاني بيانات بالانبوت هو راح تظهر لي عندي اوتبوت تبعا للبيانات اللي داخله او الداتا اللي داخله من البدايه للكومبينيشنال سيركت او للسيكويشنال سيركت. بس دخلت كلوك عندي صار فليب فلوب، معناتها انه حتى لو اجتني اني بيانات جديدة اجتني معلومات جديدة ما راح تظهر لي ان اوتبوت الا اذا كانت اكو وياها كلوك سيجنالز. راح نجيب اللي قدام ونشوف شنو معناتها ونفتهم اكثر شنو معنات الحكي هذا كله. راح نبدي انه باللاجز، وقلنا اللارجز مكونة من بوابات أساسية وهي عبارة عن sequential circuit. عرفنا أنه sequential circuit تختلف عن combinational circuit بأنه وجود feedback، feedback من الأوتبوت ويدخل إلى الانبوت. هنا اللي أنا عندي أكثر دائرة أنه latch اللي تستخدم هو SR latch. اقدر استخدم الانفرتر، الانفرتر بحيث بس ادخل اشارة راح تظهر هنا عندي المقلوب الها، اشارة مثلا صفر راح تنقلب الى واحد واشارة واحد تنقلب الى صفر. هاي الحالة هنا عندي ما راح يصير عليها كنترول سيطرة، ما راح اقدر اسيطر عليها، لهذا السبب غيرت الانفرتر جيتس with ناند جيتس. راح انه استفاد من الناند جيت انه اقل شيء لها 2 انبوتس و 1 اوتبوت مثل ما انا اعرفها للناند جيت. شلون راح يصير؟ واحدة من الانبوت للاند جيت انا راح اسيطر عليها اللي هي راح استخدم لها S و R. الS معناتها set والR معناتها reset.
ايش راح يصير؟ بما انه اني لازم بالسيكوينشال سيركت عندي فيدباك، اذا هنا اول ناند جيت الاوتبوت الها اللي هو كيو راح اقول عليه بريزنت ستيت او نيكست ستيت. سميته هنا نيكست ستيت بالاوتبوت، بس من اجيت واخذته اخذت فيدباك ودخلته للناند جيت الاخرى صارت انبوت للناند جيت الاخرى، فصارت عندي هنا تسمت present state. وايضا الناند جيت الثانية اللي هي الانبوت الها الار او الريسيت، زين الاوتبوت مالتها راح يصير كيو داش. بما انه كيو داش معناتها عكس تماما هذه الكيو، هنا تظهر لي واحد، هنا معناتها لازم تظهر لي صفر، وإلا معناتها صار عندي أنا خلل. زين هنا بما أنه ناند جيت، هنا استخدمنا السيت والريسيت أخذناها إنفرتر، لأنه ناند جيت عندي تشتغل بالإنفرتر على مدحصل على نتيجة عدلة أنه أدخلها بالعكس السيت والريسيت. هاي الدائرة مهم جدا حفظها. زين أقدر أصمم SR latch أيضا باستخدام شنو؟ باستخدام النور جيت. شوفوا شنو فرقها، انا استخدمتها نفسها النور جيت، بس الريسيت صار بالنور جيت الاولى والسيت صار انه انبوت للنور جيت الثانيه مع ثبات الكيو اللي هي اوتبوت للنور جيت الاولى، والكيو داش هو اوتبوت للكيو داش الثانيه. هنا عندي اني انه المحاضرة الثانية اللي ارسلتها لحضاراتكم نزلت لكم اياها بالكلاس روم، ايش صارت عندي؟ انه اجيت هذه نفس الشرح تماما، انه من البداية sequential circuit اجي ملخص مفيد جدا عرفها للcombinational circuit والsequential circuit. وهنا بما انه قلنا انه الفيدباك عبارة عن memory elements، فالmemory elements اللي هي راح نفسها storage elements اللي أخذناها اللاتش. أول نوع من اللاتش اللي هو الSR اللي هو الأساسي اللي نبني من عنده الفليبر فلوبس بأنواعه اللي راح نأخذهن بالمحاضرات الجاية أو بالمحاضرة هذه حاليا. زين هنا هذا الSR latch لما قلنا باستخدام النور جيت، فالريسيت راح يصير بالنور جيت الاولى والست بالنور جيت الثانيه. هذا الجدول راح يوضح لي انه اول شيء اول حاله من ادخلها راح ادخل ست انطي واحد والريسيت انطي صفر، معناتها اني سيت لي هاي الدائره. هذا دائرة جديدة معناتها ما بيها next state ولا بيها بالمقابل انه present state. فش صارت عندي من دخلت الواحد هنا للست وهنا عندي صفر اني اصلا، فهنا اش صارت عندي؟ صارت عندي واحد لانه or انقلبت بالنور بالانفرتر صارت عندي هنا صفر، وصدق الكيو داش انطاني صفر. زين هنا الريسيت انطيته صفر وهو اصلا هنا صفر، جاييني منها صفر، اذا هنا انتجت لي صفر انقلبت الى واحد، اذا هنا اثبتت لي انها هاي الحالة واحد. هسا انخزنت اكو بالميموري اللي هي بالفيدباك، انخزنت بما انه هاي الكيو النكست ستيت واحد، فانخزنت هنا البريزنت ستيت عندي واحد وهنا صفر حصلت عليها نكست ستيت، فالبريزنت ستيت الحاله الحاضره صارت عندي هنا صفر. اجي مره ثانيه الست والريسيت راح انطيهم اثنيناتهم صفر صفر، بس هو بالمقابل عنده ميموري خازنها. صارت عندي بما انه هذه صفر ويا هذه صفر بالحالة الجديدة، صفر ويا صفر طتني هنا بال
بالاور جيت صارت صفر، انقلبت لانه النور جيت اكو انفرتر اكو بابل هنا، صارت عندي واحد، وهذا بالجدول يثبت انه هذه واحد. زين هنا بما انه جايتني واحد next state اذا present state، وهنا عندي صفر صفر، انا مدخله صفر بالست، صارت عندي هنا صفر بالمقابل العفو واحد انقلبت الى صفر، فصارت عندي الكيو داش صفر. هاي الحاله شو وقت احصلها؟ من after s تساوي واحد r تساوي صفر، الست واحد والريست صفر. لما هذه هسه بعد اني اقوم اقدر انطي حالات واشتغل عليها لانه اني رتبتها بالبدايه. زين اذا اجيت انطيت الصفر للست وواحد للريست، نفس الحاله اريد تتبعوها، بس شنو هالمره كانما الجهاز او اللاتش هذا اللي عندي كل شيء ما بي جديد لاول مره انا اريد استخدمه، راح اسوي له انطي هنا واحد وانطي صفر وارجع العمليه نفسها انه present state او هي next state لل two gates، انا عندي صفر راح تنطيني، اريد تتبعوها انتو وتدخلون، راح تظهر عندكم تثبتون انه هذا الجدول نفسه صار عندكم. ايضا after راح تجيكم الافتر اس تساوي صفر ار تساوي صفر، راح ينطيني حالات اني هو النكست ستيت هي صفر والمنفية النكست ستيت راح تعطيني واحد. اذا هنا بكل الحالات لازم انه هذه واحد هذه صفر لانه عكسها كيو وكيو داش، اذا كانت هذه واحد هذه صفر وهكذا. زين اذا اجيت دخلت واحد واحد والجهاز جديد، زين ما راح يفتهمها، اني بنفس الحاله اثنيناتهم مشغلتهم السيت والريسيت شغلتهم. فلهذا السبب اني اي جهاز اني بفكري اذا انطيه اثنيناتهم واحد يعني اشتغل وانطفي بنفس اللحظه، هذه هنا ما راح يفتهمها، وهو اصلا ما عنده من قبل فد حاله معينه، فهاي الحاله راح يعطيني صفر صفر اللي هي الفوربيدن او النوت اللاود اللي هي الحاله اللي غير مسموحه. هذه اذا كانت اللي باستخدام نور جيت. اذا باستخدام الناند جيت هنا نفس الحاله، بس الناند جيت انا ايش راح استخدم لها؟ اوكي السيت والريسيت واحد وصفر، بس هنا الحالات بما انه انا قلت ناند جيت ومن قبلها ذكرت لكم انه الناند جيت ما يشتغل بالصفر يشتغل بالواحد، اكتف لو الناند جيت احنا نعرفه وبالمحاضرات السابقة ايضا نعرفه بالاكتف لو يشتغل، فلهذا السبب انه ايضا من ادخله بالبداية واحد صفر شوفوا الست صايرة بالانبوت لل ناند جيت الاولانيه والريسيت بالناند جيت الثانيه. شوفوا الفرق بين الاس ار لاتش باستخدام النور جيت وباستخدام الناند جيت. ايضا اريد تتبعوها هاي الحاله هنا بما انه النور دخلنا صفر صفر لانه هو اكتف هاي، هنا اذا دخلنا واحد واحد لانه اكتف لو الناند جيت، فراح يصير عندي اني هذا الجدول. وايضا بحالات انه forbidden او not allowed اللي هي الحاله اللي غير مسموحه. واضحه ان شاء الله تكون لحضراتكم هذا الاس ار لاتش اللي هو البدايه للانواع اللاتشز اللي من عنده اني اقدر اطوره واحصل على بقيه اللاتشز او الفليب فلوبس، لانه اني كله اشتغل بكلوك جيتس بكلوك عفوا مو كلوك جيت وانما بكلوك، يعني اقدر اشتغل ما اقدر اشتغل بغيرها، لانه مثل ما تعرفون انه ابسط شيء الحاسبات من تردون تعرفوها من تعرفون مواصفاتها تعرفون انه الهرتزيه اللي تشتغل بيها او شلون تنقل بيانات كميه البيانات بالثانيه الوحده، فعلى هالأساس هذا أنا لازم أعرف الكلوك اللي تشتغل بيها.
غير الكلوك أنا ما أقدر أشتغل أي شيء، لأنه الحاسبات بصورة عامة حالياً أو أي جهاز صار هنا إلكتروني، ما سمي بعد إلكتروني وإنما سمي ديجيتال آني، لأنه كل حياتنا صارت بالديجيتال اللي هي 0-1 اللي نشتغل بيها. زين، هنا راح أرجع لكم للملزمة الأخرى. طبعا هذا الشرح نفسه هو الحكي اللي أني هسا ذكرته وشرحته لحضراتكم، شوفوها نفس الدوائر ونفس أيضا التروث تيبل كلها نفسها. إذا جيت وقلت كلوكد أس آر، معناتها هنا بما أنه صارت بي كلوك معناتها صار فليب فلوب، لأنه ذكرنا سابقا أنه الفليب فلوب يختلف عن اللاتش، أنه الفليب فلوب يستخدم كلوك، يستخدم بلسات. شلون نستخدمها؟ شوفوا دائرة اللاتش الاس ار لاتش هذه نفسها، بس ايش سوى؟ دخل كلوك. اذا الريسيت والسيت ما تشتغل الا بوجود الكلوك، لهذا السبب خلالها اند جيت، لانه احنا نعرف الاند جيت الا الانبوتس الهن كلها واحد، يلا ذاك الوقت يطلع لي اوتبوت واحد. هذا الجدول اللي إله، طبعا احنا احفظنا ذنيتش الجداول للاس ار لاتش، هذه يا اما تردون تحفظوها يا اما تفهموها انت اذا افتهمتها احفظته، واذا احفظته انت معناتها افتهمته. فاذا دخلت هنا قلت انه البريزنت ستيت، هنا اجى راسا مباشره بعد ما ارجع واسوي جدول جديد واسوي حالات، لا انا شغلت الجهاز وخليت بالميموري، خليت بالميموري خليت فت حاله معينه، فقلت انه اذا البريزنت ستيت الكيو طلعت لي صفر واني هنا الاس والار انطيته صفر بس الكلوك واحد، لازم كلوك واحد، اذا الكلوك صفر هاي الدائره كلها ما تشتغل، والاس ار شلون ما راح اغيرها ما راح تنطيني اي نتيجه. شلون انه الانيبل، شغلة الانيبل بالمحاضرات السابقة اللي شرحناها بالديكودر والانكودر وايضا بالمالتيبلكسر انا اقدر اشتغل به. فاذا دخلت صفر صفر واني present state عندي صفر، next state صارت عندي صفر. هنا انا اريدكم تتبعوها كليتها وراح تشوفوها فعلا انه next state الثانيةها صفر. زين، هنا من دخلت ايضا صفر بعدني present state بعدها صفر present state، بس انطيت غير حالة انه الست صفر والريسيت واحد، هالمرة الريسيت واحد وهذه صفر، صارت عندي واني عندي جتيني بلصة، جتني نبضة، جتني هاي الكلوك، هاي اللي اسمعها الشقة الساعة اسمعها، خلي اوضح لكم اياها انه على الساعة العادية انه اسمع الشقة مالتها، معناتها جتني اشارة، من جتني اشارة وهذه واحد صارت هنا النتيجة الاند جيت واحد، معناتها هاي هنا الها واحد وهاي هنا الها صفر، present state بيقول لي صفر present state، فصارت عندي واحد ويا صفر انتجت لي هنا واحد انقلبت الى صفر، وهو هذا صحيح النتيجة طلعت لي، معناتها next state النكس ستيت عندي صفر. زين، وهكذا نتبعهم ونتأكد من عندهم ونثبتهم على هذا الجدول، بحيث هذا الجدول عندي أني ينفهم، من انفهم انحفظ هذا الجدول. زين، هنا أنا لما نشون عرفت أنه present state هذه وهاي next state، من هنا أنا من الرمز هنا أنا فقط عندي Q، او اقدر ارمز لها q of t. النكست ستيت الحاله القادمه انه ايش راح يصير؟ انه q رمزها q of t زائد 1 دائما وابدا، q of t زائد 1 هذه النكست ستيت. واضحه؟ اتمنى من حضراتكم انه هاي المحاضره تكون واضحه لكم، اي سؤال عندكم اريد تراسلوني،
انه عندنا ان شاء الله جروب وتراسلوني بي. زين نجي للدي فليب فلوب على مود ننهي اليوم المحاضرة، انه احنا اخذنا بعد فشي متطور ناخذ عليه امثلة. الدي فليب فلوب، شوفوا شنو فرقه الدي فليب فلوب بهذا الرسم او هنا نفس الحالة. الدي فليب فلوب، شوفوا الدي ايش دا يقول لي. اني بما انه كانت عندي السيت وريست بال اس ار لاتش او الاس ار فليب فلوب، كانت عندي بما انه السيت وريست وحدة عكس الثانية، دائما وابدا تكون وحدة عكس الثانية، والا اذا كانت مساوية ايش راح ينطيني على حسب هذا الجدول هنا اللي شوفوه، اندترمينيت غير محدد، او هي نفسها النوت الاود الغير مسموحه الفوربيدن غير مسموحه. فهنا انا صارت عندي انه هنا انا دخلت له هذا، هنا انا صارت بالنور جيت باستخدام النور جيت، هذه راح تصير ريسيت وهذه سيت واحده عكس الثانيه. جيت سويت له انه دخلت له الدي، الدي راح تنطيني انه يا اما واحد ادخل يا إما راح تنقلب إلى صفر. شوفوا انقلبت واحدة عكس الثانية، انقلبت خلص واحدة عكس الثانية. إذا انطيت هنا أنا واحد معناتها هاي هنا أنا هاي الريسيت مو صحيحة، بالنور الريسيت هي الفوق راح تصير، وهي الكلوك هنا انا حط لها ناند جيت. اريد تجاوبوني كل واحد يدز لي بالتكست بكلمات حتى لو بالعربي، انه تجاوبوني تقولوا لي ليش استخدم هنا الناند جيت استخدمها. فهنا اللوجيك دايجرام وذ ناند جيتس للدي فليب فلوب هذا. زين ال graphical symbol للدي فليب فلوب، شوفوا هنا أنا عندي لازم بلس، عندي لازم كلوك بلس، أنا عندي على مود أنا أعرف هذا فليب فلوب. إذا ما رسمت هاي الكلوك بلس أنا راح أعرف أنه هذا لاتش. ومع الأسف إذا كان المثال ده يقول لك فليب فلوب حضرتك كاتب لاتش راح ينحسب عليك خطأ، هي بس فرقها الكلوك. دخلنا الدي فصارت الى 2 output اللي هي Q و Q داش. هذا هنا أنا عندي ال transition table الى للدي فليب فلوب. شوفوا عندي present state وعندي الدي شنو كانت نوعها اللي هي اما صفر يا اما واحد، وهاي next state. زين هذا نقدر هنا اللي هو transition table. اكو بهذه الملزمة نفس الحالة نفس الرسم هذا، هذا clock table transition table ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي انه هنا اذا كانت صح بي enable، اوكي خليت لها enable هي نفسها clock ال enable، اذا كانت صفر معناتها دي كان ما يكون don't care صفر او واحد don't care، هنا ما راح يصير عندي اي تغيير no change راح يصير عندي ما تغيرت. بس اذا الانيبل او الكلوك جتي واحد اذا دي صارت صفر معناتها شوفوا هنا شلون كتبها كيو اوف تي تساوي واحد زائد واحد اللي هي نكس ستيت راح تساوي نفس هالبريزنت ستيت اللي هي تساوي صفر، واذا كانت عندي واحد راح تعطيني نفسها النكس ستيت نفس البريزنت ستيت واللي تساوي واحد نفس هذا السمبول دايجرام. إلى هذه هنا أنا من قلت نفسها دي نفسها البريزنت ستيت ونفسها الصفر، إذا كانت الدي صفر شوفوا هنا أنا بالجدول من الدي صفر والبريزنت ستيت صفر نيكست ستيت صفر،
وهنا اذا اعطتني الدي واحد زين معناتها والبريزنت ستيت هي صفر، اذا ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني واحد لانه الدي هي واحد. هنا نفس الشيء، الدي واحد اذا البريزنت ستيت راح تصير عندي واحد. هذا الجدول نفس هذا الجدول نفس هذا، اي تغيير ما بي، فبراحتكم تردون تطبقون هذا الجدول او هذا الجدول، ماكو اي فرق بيناتهم، بس مجرد طريقه. بهاي الملزمه موجوده عندكم هاي المعادله، هاي المعادله هي شنو اسمها؟ characteristic equation of D flip flop، انه معادله الخاصيه للدي فليب فلوب. ايش يقول؟ يقول ان دائما وابدا انه النكست ستيت هي تساوي دي، اذا الدي اعطيته صفر النكست ستيت اعطاني صفر، الدي اعطيته واحد النكست ستيت صارت عندي واحد. تثبت نفس هذا الحكي ونفس هذا هنا الجدول، شوفوها الدي نفسها النكست ستيت كان ما يكون البريزنت ستيت. ان شاء الله تكون واضحه عندكم. ارجع واكرر في نهايه هذه المحاضره، اي سؤال عندكم، عندكم اسبوع كامل انه تسالوني بي، ان شاء الله للاحد القادم ننزل المحاضره الجديده اللي هي تكمله الفليب فلوب. اي سؤال لا تنسون الهوم وركات اللي طلبتها من عندكم، اللي هي هنا كان عندكم هوم وورك الفرق بين هذا الهوم وورك، سوي لي مقارنه بين الكومبينيشنال سيركت والسيكوينشال سيركت، طبعا باللغه الانجليزيه، هذه انا شرحتها بالعربي والشرح هنا كله قدامكم بالانجليزي. زين اللاتش اند فليب فلوب والفرق بيناتهم، قلت انه اريد تتبعوا لياهن كليتهن، انه الدوائر وتشوفون شنو الفرق الها وتكملوها. ايضا الاس ار لاتش هذه كلها اريد تتبعوها وتثبتوها. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، لهذا الأسبوع انتهت إن شاء الله. بس أرجع وأكرر، أي ملاحظة، أي سؤال عندكم، أي استفسار، وعدكم أسبوع كامل للهومورك إن شاء الله يجيني على الإيميل الخاص أو الإيميل الرسمي أو إنه على التليجرام تراسلوني مع ذكر الاسم بالورقة، الاسم الثلاثي كامل بالورقة، دزولي صورة وأنا إن شاء الله أشوفه. رمضان كريم عليكم وصيام مقبول، تقبل الله الطاعات.